البصرة لكونها واقعة على حدود دولية معقدة أصبحت تتخذ ممرا لعبور المخدرات من دول الجوار، هذا ما تقوله الحكومة هنا، وهي تقر بتواضع الجهود لمكافحة هذه الآفة وتؤكد أن حوض شط العرب والخليج من أكثر الأماكن التي ينشط فيها التهريب عبر الزوارق والسفن. البصرة باعتبارها منطقة حدودية جعلتها أن تكون هنالك ممر لعبور المخدرات والممنوعات وحتى بعض الأسلحة، عملية دخولها من دول الجوار في حوض شط العرب من المناطق القريبة على الجمهورية الإيرانية الإسلامية. هنالك أيضا عملية اشتراك البحر مع دول الخليج خصوصا الجار الكويت، أيضا هنالك ربما هنالك تبادل لهذه الممنوعات فيما بين زوارق الصيد فيما بين الزوارق الخاصة بالتجارة. وزارة الصحة المعنية بمعالجة حالات الإدمان كذلك ترى أن إجراءات مكافحة المخدرات ما زالت ضعيفة، وتشير إلى أن أكثر أنواع المخدرات شيوعاً هما الكريستال فضلاً عن النيدول وهو نوع من الأقراص المخدرة. إجراءات اللي الكل المؤسسات هي اللي ضد المخدرات هي ضعيفة، يعني هو اللي هسه نوعين أكثر شيء، نوع يسمونها المحظورة اللي هي الكريستال، والثاني يجي وراء يسمونه النيدول أو الترامادول، قسم من صناعة محلية قسم يجيبونه من الخارج. البصرة التي تواجه تحدي المخدرات لا تملك سوى مركز يتيم لتأهيل المتعاطين يحتوي على 46 سريرا فقط، كما تفتقر شرطتها إلى زوارق وأسلحة حديثة لمطاردة مافيات التهريب. حتى تصبح البصرة محافظة خالية من المخدرات تحتاج إلى جهود استثنائية قبل أن تستفحي لهذه التجارة في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان، البلد الذي يصدر أكثر من 80% من هذه السموم التي تعد أحد أسواقها إيران التي تربطها مع العراق حدود طويلة. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.